متقاعد قلت انك تعرضت سابقا الى حادث شغل لكن ما خليتش حق. طبعا بارك الله فيك، شكرا للاعلام النزيه. عمر الشيحي متقاعد من سلك الحرس الوطني، تعرضت الى حادث شغل اثناء ممارستي لوظيفتي الامنيه سنه 89، استوجب نقلي الى مركز القومي لامراض الاعصاب، وحددت نسبة السقوط حسب التقارير من الأطباء في ذلك بتلك المؤسسة، وحددت نسبة السقوط ب 80%، وحيث استنادا إلى حالة الصحية التي أصبحت والتقارير الطبية المأذون بها من المحكمة الإدارية. في هذا الصدد أشكر المحكمة الإدارية وأعتبرها منارة من منارات تونس القلائل. بتاريخ 27 و 31 جانفي و 24 فيفري 2005، قررت لجنة السقوط البدني الخاصة بأعوان الحرس الوطني المنعقدة بلكنة الحرس الوطني بتاريخ 12 فيفري 2012 إحالتي على التقاعد من أجل العجز البدني الناتج عن عمل بنسبة سقوط 80%، وحيث لا أترتع بهذه النسبة إلى حد التاريخ والساعة. لذلك تقدمت بعريضة إلى السيد وزير الداخلية عام 2017، أحيلت إلى منطقة الحرس الوطني بتونس، تم استدعائي وأدرج محضر بحث مع إحالة الموضوع إلى الإدارة الفرعية لحوادث الشغل والأمراض المهنية بالإدارة العامة للحرس الوطني في نفس التاريخ في نفس السنة، ولم أتلقى أي نتيجة. زيادة على ذلك كتبت نفس هذه الإدارة مع ملف تام المجيبات ولم أتلقى بأي نتيجة تذكر. أقول حيث انتمائي إلى سلك الحرس الوطني يمنحني الحق بالتمتع بالامتيازات والحقوق المخولة للعسكري تبقى الفصل 43 من القانون عدد 70 لسنة 82 والمؤرخ في 6 أوت 82، وحيث كذلك يقضي الفصل الثاني من المرسوم عدد 3 لسنة 72 أن الحق في الجراية يتوفر عند حصول سقوط ناتج عن عمل بسبب جروح أو عملية حربية أو حوادث تأتي بسبب الخدمة، وهذا ما أفادتني به الإدارة المشغلة. يعني نحكيه على هذا الشغل صار من 1989 إلى يومنا هذا لم تتمتع بالتعويض. لذا أنا تبعا لما ذكرته أطلب من أصحاب السيادة وأصحاب المسؤولية وعلى رأسهم سيادة الرئيس الجمهورية أعطاء الإذن بتطبيق هذا القانون، وحتى لا تذهب سنين العمل والبذل والعطاء سبهللا. بين قوسين كذلك تعرضت إلى مظلمة فظيعة لم تحدث في التاريخ اللي هي في سلك الحرس يطول شرحها، ولي معطيات صادمة في هذا الموضوع، وكذلك وأكرر أن هذا الموضوع لا يموت بالتقاطع. وشكرا. حسيناك موجوع. كيف؟ موجوع، معناتها غايضتك الحكاية أنك ما خذيتش حقك. ما خذيتش حقي بالطبع، وثم عدة زملاء، ما تكلمت عن نفسي، ثم عدة زملاء. يعني ثم زملاء آخرين، قداش هكاك العدد نتاعك؟ ما يقارب توا موجودين في الإدارة العامة الإدارية والمالية في وزارة الداخلية، موجودين ما يقارب تقريب 30 أو 20، نفس الموضوع ونفس الشيء اللي أنا تعرضت في نفس الموضوع. لم يقع تطبيق القانون إلا لبعض زملاء آخرين تم. علاش البعض دون الآخر؟ احنا هذاك الشيء، هذا السؤال الذي يطرح، ما نستطيعوش أن نلقاو جواب ولا نلقاو تعلة، إلا أن احنا العدد هذا اللي تحكي عليه انت وغيرك من الزملاء، معناتها احتجيت وتحركت حركنا، وثم احكام، ثم فهمتني تقارير طبيه تثبت ذلك، عده تقارير طبيه فهمتني، الا ان لم يقع فهمتني تنفيذ القانون، لم يقع تنفيذ القانون في هذا المجال فهمتني. السبب ما نعرفوش السبب علاش. لذا نحن نناشد سياده رئيس الجمهوريه بإعطاء الإذن بتطبيق القانون لا أكثر ولا أقل.
كذلك أن تعرضت إلى منظمة فظيعة لم يقع مثلها في التاريخ، ولي أدلة قاطعة إن سمحت الفرصة سأسردها على مسامعكم.